ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة ببلاد الرؤي. اليوم راح ننزل بلبل السيف المهاجم، تطور سيف الوهاج او سيف التيربو ضد كل بلابل التيربو اللي عندي ياهو. وطبعا اذا ما شفتوا فتح علبة هالبلبل لازم تروحوا تشوفوه وتتعرفوا على مميزات، لانه بيختلف شوي عن نسخة الهازبرو. وبس هاي كل بلابلي من التيربو تكارتومي هازبرو تي دي، وعندنا اكيد نسخة سيف الهازبرو ونسخة سيف مقلد، فخلونا نشوف مين اقوى نسخة من السيف، نشتري المقلد ولا من هازبرو. فالجولة الأولى أخيرا الأخير سيف المهاجم. طبعا وضعية الطول العادية بالأخير، وضعية السيف المتحرك مش مفعلة بالسيف. الجولة الأولى لأخيل الأخير أغيض، فعلنا سيف الحديدي. أخيل أوه باستر إكسكالبر، أخذ نقطة. الأخيل سيطر على الحلبة. سيف أوه. السيف فقد توازنه. اوكي الجولة اللي بعدها راح نحط الأخيل بوضعية الطول، وراح نفعل السيف الحديد المتحرك لأنه هلا طفيته. البلبلين راح يكونوا غير متوازنين، فخلونا نشوف شو راح يصير. انطلاق. اوكي جو شوت. السيف ما تضيع طاقتك 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 لسه بتضيع طاقتك يا سيف. اذا عجبكم هالفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناه، اذا انتم جداد اضغطوا الزر الاحمر اشتراك سبسكرايب او سبونه. شو يعني سبونه؟ يعني اشتراك بالفرنسي. كثير ناس بيسالوني هاي شو معناتها، فبحب احكيها. تحيه لاخواننا ومتابعينا من الجزائر والمغرب وتونس لان هم بيحكوا فرنسي كثير. جوله اخيره. أوه. كانه نزل فوقه، انا اسف بس عادي. هرقل. اوه بيطلع على مظلة عليه. البلبل سيف كبير، فمحل ما محل وين ما بتطلعوه راح يضل يخبط او ينزل عليه. فعلت سيف الحديدي انا، فكر اطفيه بالجولة اللي بعد لانه غير متوازن. اوكي. يلا يا متوازن. طبعا تابعوني على الانستغرام وسناب شات وتيك توك، الرابط كلها بصندوق الوصف، اللينكس بالديسكربشن بوكس. اعملوا لي فولو على الانستغرام اهم شيء. وسيف التيربو ممكن كمان جوله وراح يفقد الامل. رجعت السيف عشان يحطهم يختل توازنه. يلا اوكي. اذا السيف ما بيعمل بيرس او ما بيفوز هاي الجوله، فعن جد هرقل اقوى منه. طلعته بقوه قويه وعمل ضربات قويه. لح لح يا زلمه. واحد اثنين. خسر تو كليكس هرقل. والسيف تيربو خسر تو كليكس. هرقل بلبل قوي، حكيت لكم ها؟ تذكروا. درع التيربو. هازبرو طبعا بيختلف عن تكارتمي. ما صار اي اكشن. اعطيني يس. اوه اكلوا ضربه اول ما نزل من الحلبه مسكين. انا طفيت السيف الحديد المتحرك عشان البلبل يرجع متوازن. هازبرو ضو. زد اعطيني يس. اوه والله هذا عم بتصدى له، اذا الهازبرو هيك فما بالكم بتكارتمي. مميض الجارح. لا 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 عادي عادي، نعتبر انه طلعنا السيف الضعيف على اساس نقص مثلا. اوكي اوكي هاي جوله ممكن نحكي انها مش محسوبه، رح طلع له مميض ضعيف. هل بقدر يمتص؟ السيف انجن عليه. اوكي صراحة 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 بحس الوميض الجارح مش احسن وميض. الوميض اللامع والمظلم وسوبر كينج وجي تي وهيك هذول احلى منه صراحة، بحسه هو اقل واحد هيك ناسينه. اوكي الرمح، الرمح اللولبي. اوكي في اسئله متكرره او ناس بيحكوا لي انه ليش الرمح اللولبي بلبل متيرب وهو تقنيه ايفولوشن ابصر شو. هم هيك يعني ما بعرف ليش عملوه، هو بتقنيه الايفولوشن بس حطوه بالجزء الاجدد منه، فاكيد بيكون اضعف من كل من معظم بقيه التيربو. ما بدي احرق عليكم بس على ما اظن الرمح اللولبي هو اضعف بلبل بالتيربو، بس لانه هو مش من نظام التيربو. اوكي
بس انه يعني بالانمي بيطلع بالانمي وهيك. يلا كمان جولة عشان ما يزعل. بمزح معك حبيبي، ليش زعلت؟ لا حدود ثاني تقرته. واو شجاع المكاني، طلعته اول اشي ومع هيك فاز وخسر ون كلك. خلونا نرجع نسوي. اللي بيسألني لؤي انت ليش ما بتقيم اللقطات اللي بوقع فيها بلبل بوقع جهاز اطلاق وصرفه، انا ما بنتج فيديوهاتي، الفيديو بصوره طوالي بنزل لانه ما معي وقت. وهي فعلنا السيف متحرك. واو اوكي بالتيربو خف البيرست ولكن الضربات زادت قوتها، صار في خروج خارج حلبة اكتر انه الضربة صارت هيك اتقل، عرفتوا ضربة دسمة ما بنمزح معها. خلونا نطلع امبراطور الاموات. سحل مني بس عادي. تعرفوا انا مش صورت اوليت هذا فيديو، بعدين رن الجرس تبعنا، بعدين بلاقي فيش حدا على الباب، بعدين طلعوا شكله اظن حدا كان بده يضوي الضو فكبس على الجرس بالغلط، معلومه ما لها شايفه. بس رحت يلا سيف يلا بس. امبراطور الامواج قدر يفوز شجاع الجي تي، بالله سيف التيربو بده يجي يفوزه. براتل التيربو هاد برو افتكرته بيختلف عنه، فإذا النتيجة بتختلف يعني عرفته. تنعم بمتص مع انه ما فيش عيب نقطة مطاط. ومبروك للبراثن، رح يمتص رح يضل يمتص. مش عارف اعمل كمان جولة، بعمل كمان جولة اوكي. واو اوكي حبيتها الجولة، النزال يعني كله عندنا هون. بلبل القمر المظلم، نعم هو هايبر سفير بس هو اصلا اللير تبعته تربوية متربر من التيربو يعني دو اكليبس ولا ايش اسمه هيك مش عارف. اوكي فاز، ما اظن في داعي نعمل كمان جوله، خلونا نعمل جوله مع اليميني شمس ساطعه. جو يلا بيرست اذا ما بتعمل بيرست احكيها ولا ما احكيها؟ ما حنعمل بيرست فامانه. يو انا كل اشي بحكي بطلع اكسر، خلص ولا اشي كنت احكي بدون داعي اعتزل. الوميض المقلد اوه عملنا بيرت. خلونا نجرب وميض الهازبرو، نحطه بسلينك شوك خليه هيك طويل. اوكي خلينا نطلعه كمان مرة هيك ينجن ينجن شوفوا. عاد اسنان المقلد اقوى من سلوبس الهازبرو بس اوكي ما صار في بيرس. اوكي خلونا السيف الحديدي المتحرك مطفي بالتنين يعني عشان تعرف. اوكي قاعدة حديدية بتعطيكم قدرة على التحمل اكتر، خلينا نفعل السيف الحديدي في التنين اوكي، خليهم يطحنوا بعض اوكي، وانا اهرب عشان ما يطير شيء. يلا بيرس. اوه وما صار في عنا بيرس بس الاصلي قدر يفوز. بما انه عم نجرب وعم نجرب خلينا نجيب نسخة الهازبرو. السيف المتحرك مصري بالتنين، السلينك شوك مش محطوطة اوكي، المفروض انهم هلا متشابهين بكل شيء. اوكي نسخة الهازبرو فازت. هلا قلت لكم نعمل كمان جولة صح عشان يكون شوي الوضع عادل اكثر، خلونا نطلع الهازبرو اول. اذا فاز الهازبرو يعني هو اقوى عن جد.
له ضربه واحده زتها من الشباك، هالدلاله على انه في فرق وزن كبير، اللاير فيها حديد اكثر، قاعده فيها حديد اكثر. سلينج شوك مع سيف حديد متحرك. اوكي نسبه التكاره تمي، فازت كمان جوله بس خسر وان كليك. بدنا بيرس فينش يا جماعه، ما بيصير في بيرس هيك التنتين لايرز نحيفه وهيك تصميمها حلو هيك زوايا نازله طالعه بصير شوف، فما بخوط ببعض بطريقه كويسه. مقلد واو سيف قدر يفوز. خلونا نجرب الاخير المقلد. السيف ضل يخسر وان كليك يخرج خارج حلبة او كيف يخرج خارج حلبة؟ حكيتكم ولا ما حكيتكم؟ الضربة كانت عن جد قوية وكان في بيرس فينش. الهازبرو بتعرفوا عن جد لما طلع السيف اول مرات بحسه بيفوز اكثر. حطه بالسلينج شوك، يلا حطه بالسلينج شوك عشان بيميزه. فضحنا فضحنا هو صحيح خفيف ورشيق وسريع بس ضرباته ما اظن متاثر. طبعا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس. اخر نزال اليساري لهيب تيربو. ايش هذا لهيب تيربو؟ انت محطوط بضيعة قدرة على التحمل مش هجوم يا زلمة. كنت احكيش تاني بس اوكي. شو هذا مجومي؟ مبروك مبروك. خلينا نحط وضعية تانية ونطلعه ضعيف نشوف اذا بمتص. انا اسف هو محطوط بالوضعية الهجومية على شكل رجل انسان نفس اللهيب الحارق، فا اوكي انا بعتذر فكرت تحمل. سيف متحرك وضعية تحمل. يلا عشان نحط اللهيب التيربو يميني. اوكي ما في امل نفوز لانه هو باليساري وبالقاعدة الرفيعة عم بفوز صح ولا لا؟ يس. يميني وهجومي. اوكي لهيب التيربو والوضعية الهجومية. اوكي هي الدفاعية بس هازبرو عملاها سلينج شوت فمستقيمة وهي بتكون قاعدة مجنونة اكثر اشي اكثر من الهجومية مجنون. اخر جولة. كنت طلعته كثير مايل. فبس شكرا لكم ولمتابعتكم الفيديو اليوم، لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس تبعنا على الانستغرام سناب شات تيك توك رابط كل بصندوق الوصف. اوكي النسخه التكارتم طبعا تختلف عن هي بالتيربو العادي بس انه اكيد يعني تختلف النتيجه. بس بحبكم كثير وبشوفكم بالفيديوهات الجايه. سلام.